حباك تعرف انت الاول الحقيقه، الحقيقه اللي محدش يعرف عنها حاجه غير انا وامك وابوك وعمك، الحقيقه اللي فضلنا شايلينها في قلبنا طول عمرنا، وهي السبب الحقيقي في كل اللي بيجرالنا. تحبي تقولي انت يا اختي ولا اقول انا؟ حقيقه ايه؟ الحقيقه يا منال، الحقيقة اللي هتطلعك من دور الطيبة والبراءة اللي انت عايشة فيه، الحقيقة اللي فضلت طول عمرك تنكريها وتخبيها على نفسك قبل ما تخبيها على أولادك. أنا بقى اللي عايز أحاسبك ونعدل الميزان عشان نعرف كل واحد فينا عمل إيه بالظبط، ومين اللي بجد أذى التاني. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك ولا حاجه. في يوم من الايام جه فضل الخولي ومعاه كامل الخولي، خبط على بيتنا في العباسيه. كانوا جايين طالبين القرب، بس عارفين القرب ده كان شكله ازاي؟ عامل ايه؟ فضل الخولي كان جاي عايزني أنا، عايز عفاف، الست الشرانية الظلمة اللي هي السبب في كل البلاوي اللي بتحصل. وكان جايب معاه كامل أخوه عشان ياخد أختي منال، قال زيتنا يبقى في دقيقنا والبيت واحد. تحبي تحكي انت الحكاية ولا احكيها أنا؟ لا، انت ظاهر الصدمه اللي انت فيها بتخليكي تقولي كلام مش مفهوم. كل حاجه كانت ماشيه عال، جوزت ونطقه من غير حب ولا غيره، لكن كانت ماشيه. بس مع الوقت عرفت منال اختي الطيبه البريئه تشد فضل الخولي، سحرته، خليته مش على بعضه، ما بقاش شايفني ولا شايف عمك، ما بقاش شايف حد في الدنيا كلها غير منال وبس. وطبعا كلكم عارفين اللي بيعوزوا فضل محدش يقدر يمنعه ولا يقوله لا. الوحيدة اللي كانت تقدر توقفه عند حده وتقوله لا هي منال، لكن منال ما قالتش لا. حست منال الطيبه البريئه ان فضل الخولي هو الاقوى، هو صاحب الامر والنهي، هو صاحب الكلمه. بعتني واتجوزته، قالت اه، سابتني مكسورة ومهزومة لحد كامل لما جالي وقال لي أنا بحبك يا عفاف واتجوزنا. عايزين تعرفوا السبب الحقيقي لكل حاجة حصلت بين فضل وكامل؟ الحاجة اللي محدش فينا قدر يفتح بقه ولا يقولها؟ السبب كان انت يا منال. ودي الحاجه اللي خليتك طول عمرك تحسي بعقدة الذنب وعايزه تكفري عنه وتلملمي اللي اتشتت. كلم اختك يا حبيبي، كلم اختك اللي اخدت جوز اختها، قول لها انت مش اول واحده في العيله تعمل كده، واللعنة اللي حطت عليكم في بيتكم هي نفس اللعنة اللي حطت على بيتنا. فضل وكامل كانوا بيت واحد لحد ما عملتي عمتك يا منال، اتفرقوا وبقوا بيتين واللعنة بدأت. قلتلي بقى
كنت عاوز تعمل ايه في احمد ابني